تشاهدون في رمضان. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يأتي بنو النجار. هل يصح أن يقول إنسان قائلا أنا مسافر إلى يثرب أم لا؟ أهل العلم على أن هذا مكروه أو محرم، ليس مباحا. لكل شاب، لكل فتاة، لكل معلم، لكل طالب علم، لكل شيخ وخطيب وإمام. رسول من أنفسكم.